الأوروبيون يحيدون الغاز الروسي، ولافروف يعتبرها حرباً شاملة. السويد تخشى هجمات إلكترونية تعطل المصالح لأسابيع. سدير فود، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. اس اي موبلر، في ريس، في ابو كاس، رمضان كريم. من استوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي. المدن الأوكرانية ما زالت تحت القصف، والتقديرات تشير إلى أن الحرب ستطول. الغرب يتجه لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن على حدود الحرب في بولندا، ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون إلى ألمانيا الاثنين المقبل لبحث أزمة أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي وقع اليوم على تعاون كبير مع الولايات المتحدة بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. الاتحاد وافق على شراء 15 مليار مكعب من الغاز المسال من الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين. المفوضية الأوروبية قالت إن الاتفاق يوجه رسالة قوية إلى العالم، فالتعاون عبر الأطلسي أقوى من أي وقت مضى، ونحن مصممون على الوقوف في وجه حرب روسيا الوحشية على حد تعبيرها. لم يتأخر رد الروس كثيراً. وزير الخارجية سيرجي لافروف قال إن الغرب أعلن اليوم حرباً شاملة ضد روسيا، متهماً الأوروبيين باستخدام المصطلحات التي استخدمها هتلر في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية. لافروف قال إن العقوبات أثبتت أن قيم الغرب عن الحرية وانفتاح السوق لا تساوي فلساً واحداً. المواجهة بين الغرب وروسيا في أوكرانيا تبدو ككرة ثلج تتدحرج، بينما تزداد المعاناة الإنسانية للأوكرانيين. تقارير إعلامية تفيد بأن 678 متطوعاً سويدياً يقاتلون في أوكرانيا حالياً. منسق عمليات التطوع فيليب برينفال قال إن الأوكرانيين والمتطوعين الأجانب يشنون عمليات هجومية ضد الجيش الروسي، مقدراً أن حوالي 500 جندي روسي قتلوا في عمليات بمشاركة سويديين. أوكرانيا أعلنت في وقت سابق إنشاء لواء دولي في الجيش للمتطوعين الأجانب، الأمر الذي دفع بعض السويديين للتطوع. ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد السويديين في أوكرانيا باستثناء ما يعلنه منسق عمليات التطوع الموجود هناك حالياً. المنسق وصف العمليات القتالية بحرب عصابات منظمة يتعاون فيها المتطوعون مع الجيش الأوكراني، وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن انشقاقات بين المتطوعين وعودة بعضهم إلى السويد بسبب تلقيهم معاملة سيئة، الأمر الذي نفاه برينفال تماماً. الحرب في أوكرانيا تزيد خطر الهجمات الإلكترونية على السويد. الحكومة كلفت اليوم هيئة الرقابة المالية باقتراح تدابير لتعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في وجه الهجمات. وزير الأسواق المالية ماكس إلجر قال في مؤتمر صحفي اليوم إن التطورات الأخيرة لم تؤدي إلى مزيد من الهجمات الإلكترونية ضد السويد حتى الآن، لكن مخاطر التهديد تتزايد. المدير العام لهيئة الرقابة المالية إيريك ثيدن أكد أن العواقب ستكون واسعة النطاق بالنسبة لكثير من الأفراد والأسر في حال وقوع هجوم إلكتروني كبير ضد بنك أو أكثر. وتوقع أن تستمر عمليات الإغلاق لأسابيع وتتعطل خدمات بنكية، داعياً لاتخاذ إجراءات وقائية. وكان معرف الهوية البنكية بنك إيدي تعرض لمشكلة تقنية استمرت ساعات أمس، فيما واجه بنك SAB مشكلات تقنية اليوم دون وجود ما يشير إلى ارتباط ذلك بأي هجوم إلكتروني. مصلحة الهجرة السويدية تعلن أن اللاجئين الأوكرانيين يحصلون على إقامة مؤقتة وتصريح عمل خلال أسبوع واحد من قدومهم إلى السويد. الحصول على الإقامة كان يستغرق في المتوسط 17 شهراً في موجة اللجوء السابقة عام 2015. في
فيما قال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكايل ريبنفيك إن الموظفين يتخذون القرارات بسرعة كبيرة الآن، وتعزو المصلحة ذلك إلى التوجيه الجماعي للاتحاد الأوروبي بمنح اللاجئين الأوكرانيين حماية لمدة سنة قابلة للتمديد حتى 3 سنوات، لذلك لا يلزم إجراء تحقيق فردي في كل حالة، وبحسب الإجراءات يفترض أن يكون اللاجئ قادراً على العمل بعد 2 أسبوع من قدومه إذا حصل على وظيفة. مكتب العمل أكد أن سوق العمل في السويد جيدة جداً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في بنك الوظائف، خصوصاً في قطاعات الفنادق والمطاعم والتجارة. الحكومة السويدية تنتقد أعمال البناء الدنماركية في الجزيرة الاصطناعية لينيتا هولم قبالة سواحل كوبنهاجن. وزيرة المناخ والبيئة أنيكا ستراندهيل وجهت اليوم رسالة احتجاج إلى نظيرها الدنماركي، كتبت فيها إن إلقاء مخلفات البناء في خليج شوغا قبالة السويد أمر غير مقبول إطلاقاً. المشروع الكبير الذي تنفذه الدنمارك أثار مخاوف سويدية من تلوث المياه، وقال مجلس محافظة سكونة إن المشروع ينطوي على خطر نشر التربة الملوثة إلى المياه السويدية. وتعتبر لينيتا هولم مشروعاً ضخماً تعمل الدنمارك على تنفيذه بإنشاء جزيرة اصطناعية قبالة كوبنهاجن كمنطقة سكنية وتجارية يمكنها أن تضم 35,000 ساكن، وتحمي العاصمة من ارتفاع منسوب المياه مستقبلاً، غير أن القرب الجغرافي من المياه السويدية يثير مخاوف السويد البيئية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس مكتسية. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. سدير فود، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. اس اي موبلر، في ريس، في ابو كاس، رمضان كريم.